عليكم. الدريه كانت محروقه هي المحسنين، الدريه كانت محروقه اتحرقت ليا، كنت خدام ومني كنت خدام جيت لقيت واحد كان كيصاوب في البوطو ويجربو يتحرق، من تحرقت دابا خسرت على شي 4 80 وكاك، ودابا كنطلب من الله بغي ما باغي لا فلوس لا والو، باغي الدري يدير الجميل صح، هادشي اللي كنطلب من الله، ما باغي لا الجميل لا والو، باغي الدري يدير لا الجميل. طالع هادشي طالع شي عامين دابا. ملي كنمشي للدكتور في 28 كيقول لك خاص شي محسنين يوقفوا معاك، دابا خاصك محسن كيخرج لي شي دوايات نتبع لها دابا الدواء، خرج لي شي لصقه شي دوايات عدي كلشي داكشي مخرجو لي الطبيب كنمشي لها، اللي كنقدر خدام على هذاك كنمشي لها، باقي دابا الجميع كنت خدام في النجارة دابا راني مريح، كنت خدام في النجارة مرة نخدم مرة نريح دابا راني مريح. هاد السيد عطاني 60000 ريال كيقول لي ملي هضرت جات عندي مرتو النهار الاول قالت لي شوف المهدي خسرت شحال ما خسرتي انا وياك بالنص، ملي كملنا قالت لي سير دعي السيد قال لك ما عندوش جمع 60000 ريال عطاها ليا، هي اللي كاينه باقي في الحياه انا باقي في الحياه محدا باقي ما ميتني، كنطلب من الله ما باغي والو، باغي الدري يدير على الجميل وصافي، هادشي كنطلب من الله. ما نقولش دار بالعاني كان كيصاوب بوطه ما نكذبوش، ها كاين الدنيا وكاين الاخره، نقولك دار بالعاني كان كان جارنا اه ايوا راه تا كتشوف ما باغين والو، باغينا المحسنين يتعاونوا معنا الله يرحم والدين، وكنطلبوا السيد اللي عيط لنا الله يرحم والدين كنطلبوا مني كنطلبوا منو ما يعطينا لا فلوس لا ولا يداولنا الدريه وصافي، هادشي كنطلبوا من الله، هادشي اللي كاين اخو الله يرحم والدين. شحال قال لي خاصك محسنين، ما قالش لي شحال خاصك، قال لي خاصك دراهم محسنين، كنمشي عطيه كيقول خاصك محسنين. اقليم الهراويين دوار حامنا، هاد الدار هادي ماشي ديال دي واحد السيد، هاد الدار ماشي ديال دي واحد السيد، هادشي اللي خلاها ليه. وكنعيش على قد الحال، كلشي ديال على قد الحال، عايشين على قد الحال، هادشي كنطلبو من الله وصافي، وكنطلبو من الله هاتف اخويا 06-64-44-63، 06-64-63-64. تعاونوا معايا كنطلبوا الله تعاونوا معايا، نطلب الله يتعاونوا مع هذه البنت، انا ما درتش حساب ديروا بحساب هذه البنت، تعاونوا معها ما باغي لا فلوس لا والو، بغيتكم ديروا لها الجميل، انما التليفون 06-64-60-44-63. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.